اي بيف قداش هو ديال رابور مع رابور كذوب من الاخر. اسال مول ستوديو راه مول ستوديو راه عارف الحقيقه ديال الرواب. قال لها الرابور الفلاني طاطا بالا لا خلا المورفو بالا لا را 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 فلان دار وفلان دار فلان راه دار وانت ما درتي والو. هذا هو المشكل. دابا كيفاش هذا البلان هذا ديال الموسيقى ضايع الوقت بالروج؟ ولا وليت كنشوف شي حوايج الاصدقاء تيهرب ليا، لان الناس اللي كيتبعوا لي زارتيست وكذا ما عارفينش الخبايا ديال داكشي، ما عارفينش شنو شي طرف ستوديو اللور، وما عارفينش بزاف ديال البلانات. وحنا في هذا الفيديو بغينا نطرقوا لهذا الموضوع هذا بغرض انه في الاخر بغيت نخلي واحد الميساج نتمنى يوصل الاغلبيه منكم الاصدقاء. المؤامرة الموسيقية الأصدقاء هذا العنوان هذا اخترعته غير في هذا الفيديو هذا، لأنه بغا نوصل به واحد الميساج. كان نايض واحد البيف كتسميوه نتوما البيف، رابور كبير في المغرب مضارب مع رابور كبير في المغرب، وأنا دخلت وسط داك الشيء، ماشي دخلت أنا زعما بيناتهم، غير واحد بروجي كان غادي تخدم مع شي واحد أنا كنتعامل معاه كذا وبلا ما نذكر أسماء، جاو هما يدخلوا وبديت كنشوف أنا الحقائق، وداك الواحد كان ملاقي مع داك الواحد وكيعاود ليا. ما نذكر لا اسماء لا حتى شي حاجه الاصدقاء، لانني ما بغي مشاكل مع حتى واحد، بغي نوصل لك غير انت الميساج، انت اللي كتفرج. داكشي كله يعني كذوب من الاخر. تخيلوا معايا بيف قداش هو ديال رابور مع رابور، شي كنقول لكم راه شحال هذا قداش هو كلشي متيق وكلشي مرونه وكذا، والرابور داك الرابور اللي مبيفي مع داك الرابور اصلا في الواقع راه ما كاين والو. شنو هي ديال الاصدقاء؟ تفهم معايا ولا ما تفهمش معايا؟ هذا راي ديالي شخصي، انا ضد اي واحد اللي كيمشي كيتبع اشنو طاري في الموسيقى بلا ديطاي، عارف كاع لي زالبوم اللي غيخرجوا، حافظ كاع التراكات. هنا شنو تدير اخويا انت اللي كتكونسومي هادشي كثر من القياس؟ راه بحال اي حاجه في الحياه، راه الماكله اللي ما كلتيش غتموت، اللي كليتي كثر من القياس غتسبب لك في امراض غتكون ماشي صحيه. ولو غاد الناس اللي كيكونسوميو الموسيقى اكثر من القياس، خويا راك تتادي في راسك وما عارفش الحجم ديال هاد الاداه اللي تتادي بها، اللي تتادي فيه انت راسك. اول حاجه اي معلومه تدخل للدماغ ولا اي حاجه كتكونسوما كتبقى في الدماغ. انت فاش كتولي كتسمع لهذا ولهذا 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 اوتوماتيكمون تتزرع في دماغك واحد الافكار انديريكت. الو هاد الناس هذو اللي كتلقاهم حافظين كاع التراكات وعارفين كاع لي زالبوم مع شي خرجوا، كتريح معاه كتلقى راسو عامره بالافكار ديال الروابا اللي هو اللي هذوك الروابا في الواقع. انا نجيكم الواقع ديال اغلب الروابا غنجيكم ليه من بعد. كاين اللي مرجعيه ديالو هي العلماء، الناس اللي عندهم تاريخ اللي ضيعوا حياتهم كامله في القرايه وفي العلم. كيجي بنادم كيبدا يقول وخلى الرابور الفلاني طاطا بالا لا خلى المورفو بالا لا را 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 خلى ام سي رورورو لا 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 لا. خويا واش المرجعيه ديالك يا رابور؟ اذا اردت ان تعرف من هو الرابور اسال مول ستوديو، راه مول ستوديو راه عارف الحقيقه ديال الرواب. راه اغلبيه الرواب، شوف ما ندوش على اغلبيه، ندوي على واحد الفئه. عندكم الفئه الاولى ديال الرواب كيفاش كتلقاوهم دايرين؟ كتلقاهم كيستعملوا شي حوايج انا ما كنفهمش في هذاك الشيء ديال لا دروغ، وداك الشيء اللي كلاه كيبدا يتقياه في الميكرو صافي وكيخرج الغد ليه تراك بوم. الفئه الثانيه الاصدقاء تيجيو للستوديو وشيبركو كيطوبلاينيو كيسمعوا البيش كيبداو يطوبلاونيو لا 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 كيشد هذوك نينيني كيموضيفها كيدير عليها كلمات طق الرق 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 صافي هو الطراك كمل، وكتشدو نتا وكيولي عندك مرجعيه في حياتك وكتبدا تستشهد به. كتريح مع بنادم كتبدا تقول ليه قال الرابر فلاني لا 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 بلا لا قال هذا لا 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 لا. ومنين جايب داك الشيء؟ اصدقاء هادشي اللي كنقول راه ماشي تنصغر من المجهود ديال الفنانين. انا واحد الانسان اللي تيعجبني الفن وانا براسي تندير هادشي وتنحترم الناس الفنانين الحقيقيين. كاين واحد النوع ديال الناس الفنانين تيجي يبدا يكتب كلمه توزنها، الكلمه اللي موراها ما يحطهاش الا ما كانش وازنها. كاين هذا النوع هذا، وكاين النوع اللي تيبغي يعيشك في واحد الفيلم تيجي شوف كاين المبدعين بلا ما نهضروا عليهم راهم معروفين، ولكن هاد المبدعين براسهم راهم ناس طبيعيين بحالهم بحالك اخويا، اشخاص عندهم مشاكل عندهم روينات شبعانين اغلاط. انت كتجي الصاط وكتبدا تتريح تتبدا تشبت بهم كثر من القياس، كيولي بالك فلان راه شي حاجه الاخر ماشي عادي. اخويا راه انسان عادي بحالك بحالو، راه حتى في الموسيقى، الموسيقى راه هي علم، ماشي تتلقى بنادم تيريح تيبدا يهضر معاك دي زارتيست اللي في واحد النيفو الانجازات اللي داروا الاخر مثلا القصه ديال المعاناه ديالو كيفاش كان كيعاني وكيفاش تقاتل وكيفاش خرج من ديك المعاناه وكيفاش بنا راسو وبنا كارير وبلا بلا بلا. هادشي راه ما تتلقاش، انا اغلب المجامع تلقى فيهم الاخر قال بلا لا 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 وشتي الاخر سلخ الاخر وشتي ناري اليوم ناري الشو. كتريح في المجامع دابا كتلقى
وتعرفتي الشو باش قال لا سمول اكس نيري سمول اكس باش غيجاوبو اوكي ادول الهضره كتلقى وتيقول لك اخويا ما عرفتش كيفاش كيقولوا لا العقل الصغيره كتهضر غير على بنادم يعني انايا فاش غنريحو مع الاغلبيه ديال لي جون تتلقى داك الوقت اللي غادي يريح غادي بارطاجي شي فكره وديك الفكره غادي تكبر وغتولي مشروع كتبقى اغلب الوقت ديالو تيهضر على نيري شوبي قال سمول نيري سمول فاش بغى يجاوب شوبي انا الاصدقاء خايفه لي يكون هادشي ديال شوبي وسمول حتى هو شي تمثيل ولا شي لعيبه وداروا غير باش يرجعوا شي فين ولا شي لعيبه ايوا شو انا براسي دابا وليت كنناقش الخوه الخاوي ديال الروابط. الميساج ديالي الاصدقاء هو بالرجوله انه انا كنت من الناس اللي ما دايرين والو في حياتهم في واحد الوقت وفاش كنت ما داير والو في حياتي في واحد الوقت كنت اغلب الوقت ما كنهضرش على وقت الفراغ ولا واحد الوقت الانسان كيبغي يخوي دماغه ولا كنت انا من اغلب الاوقات ديالي كنريح كنبدا نهضر على الناس سواء نهضروا على فلان دار لاخر دار هذا شنو دار لاخر شنو دار لاخر سلخ لاخر لاخر غير كلاش لاخر لاخر ناري فاش غيجاوب لاخر وكانت حياتي في المقابل خاريه سمحوا لي على هذا المصطلح وفاش الحمد لله درت غير شي حوايج بساطين في حياتي انا مثلا تنشوف راسي صراحه كاين واحد فرق كبير لانه واحد خرج من الكاريان ومن شي حوايج وعقليه ديال الكاريان وداك الشيء كامل وليت غير في واحد المستوى طلعت واحد شويه وداك شويه بغيت نبارطاجي معاكم كيفاش طلعت ليه شوف راه ما كاين والو راه كتريح مع ناس اللي كتلقاو ما دايرين والو كتلقاهم كيهضروا في والو ودوك الناس الاخرين اللي كتلقاهم دايرين شي حاجه راه ماشي احسن من الناس الاخرين والناس الاخرين مكلخين لا تتريح مع الانسان تتلقاه تريح تناقش معك موضوع تناقش معك فكره وما عرفش الاصدقاء واش بنادم غادي يحس بالفالور ديال هاد الهضره اللي كنقول ولا ما غايحش بها راه كنت في راسي وخمقاش عندي الشعر ما عرفش الاصدقاء واش بنادم غادي يحس باللي راه فريمون هاد العباره خطر اللي كيدير في حياته سواء كان كيكونسومي الخوه الخاوي ديال الموسيقى سواء كان كيكونسومي الخوه الخاوي ديال شي حاجه اخرى راه كيضيع في وقته وتيادي في راسه بلا ما يشعر وبالنسبه لي هاد الموضوع راه خطر لان اي حاجه زرعتها في دماغك كتنبت الدماغ راه بحال شي ارض زرعتي فلان دار وفلان دار فاش غتجيش بغيت تحصد تلقى والو غتلقى فلان راه دار وانت ما درتي والو هذا هو المشكل الا زرعتي افكار هذا شنو غتحصد مشاريع انجازات وهذه هي الفكره ديالي وهذا هو الميساج ديالي للاصدقاء وكنتمنى يوصل والله الا كنهضروا فيه التبوريشه واخا كنضحك وكذا والله الا فيه التبوريشه لان القائمه ديال الهضره قليل غادي يحس بها خليوا لي الاراء ديالكم الاصدقاء في هذا المحتوى اللي غنبدا نقدم صراحه المحتوى ديالي بالنسبه لي ما عنده حتى شي قيمه الا ما كانش فيه ميساج وحبست يوتيوب بزاف ديال الوقت غير باش نفكر ونعرف كيفاش نوصل دوك الافكار اللي عندي اللي عاونوني انا شخصيا نوصلهم للناس ونبارطاجيهم وما نخليهمش غير عندي الا خليتهم غير عندي وانا عندي قاعده جماهيريه وكاميرا كنعرف نهضر قدامها راه اذا انا اناني ما بغيتش الخير لبنادم لانني حتى انا معلومات مجرد معلومات والله الا الاصدقاء اللي بدلت لي حياتي وبالحلف واخا ما كنبغيش نحلف ولا جبد حلفه في الفيديوهات ندير داكشي ديال الشوبي وجبد لي فيديو واحد حلفت فيه وشكرا حيت بقيتوا معايا حتى لهنا الناس اللي بقاو معايا حتى لهنا خلوا لي شي كومونتير خلي لكم شي قليب وشابو ديالكم وشكرا بزاف اخباركم واحد اللعيبه الا ما سديتش الكاميرا وخرجت دابا مشيت نجيب الماكله على كل شيء سد وغنبقى بالجوع تهلاو